في إطار الدور الثامن النهائي من كأس الجمهورية، المدرسة الكروية العارقة ترجي قلمة وبعد غياب طويل عن الساحة الوطنية يعود وفي عقر دياره وبين أنصاره يستقبل مدرسة نادي أتلتيك بارادو بملعب سويداني بوجمع. بداية المباراة عرفت خوف وحذر كبيرين من كلا الفريقين، وانحصر اللاعب بالتمريرات القصيرة في دفاع الجهتين. بعد مرور الربع ساعة الأولى تغيرت مجريات اللقاء بسرعة وتحولت السيطرة لأصحاب البدلة الزرقاء نادي بارادو. هذه السيطرة عرفت تراجع كبير لفريق ترجي قلمة للدفاع، في حين تفنن أبناء زاتشي في تضييع الكرات أمام مرمى الحارس بوزيز. تضييع الفرص والأهداف توصل إلى غاية إعلان حكم الساحة عن نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0. اللقاء عرف حضور جماهيري كبير، حيث تفنن أبناء قلمة في صنع لوحات فنية مميزة على مدرجة الصرح الرياضي سويداني بوجمع. المنصة الشرفية للملعب امتلأت بالوجوه الرياضية المعروفة محليا ووطنيا، على غرار عمار بهلول نائب رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اللاعب السابق والمدرب الحالي لاتحاد عنابة كمال مواسا، وقدماء فريق ترجي قلمة. كما كان للضيف عمار بهلول كلمة حول المباراة وقضية الفساد الرياضي في الجزائر. بداية الشوط الثاني عرفت فيه تألق لافت لحارس الترجي بوزيز، الذي نصب نفسه رجل المباراة من خلال تصدياته الحاسمة. توالت الفرص والهجمات لكن بدون جدوى، ليفترق الفريقين على وقع التعادل 0-0، وتحتكم المباراة إلى الأشواط الإضافية. أدى
الدقيقة الثانية من عمر الشوط الإضافي الأول، الحكم يعلن عن ضربة جزاء للزوار وسط احتجاجات كبيرة للاعبي وجمهور الترجي. ضربة الجزاء تولى مهمة تنفيذها بوزوغ، لكن مباراة بوزيز حالت دون تسجيلها. باقي دقائق الأشواط الإضافية عرفت بعض الفرص لكن من دون جدوى، لتفصل ضربة الحظ وتبتسم في وجه نادي بارادو المتأهل لدور الربع النهائي والملاقي لجماهير وهران. Nous sommes quartiers, heureusement. On passait avec beaucoup de difficultés. Mais les champions, c'est toujours une équipe qui passe la difficulté. Aujourd'hui, nous sommes arrivés aussi à la même période que l'année passée, quart final. Donc ces deux années suivent quart final, Inch'Allah, qu'on peut passer pour le d'honneur. Un mot d'honneur parce qu'ils l'ont fait tout. Ils ont donné la vie. Ils ont donné la vie. Je pense qu'il va être heureux, c'est le prochain adversaire de championnat parce qu'il m'a donné la vie aujourd'hui. Mais c'est ça la vie. C'est ça la coupe. C'est ça. En tous les mondes, c'est comme ça. Nous avons le parcours. Nous savions déjà que l'équipe de Parado est une équipe coriace. On a fait ce qu'il faut. بون وصلنا لي بينالتي بون سي با دي ميريتي ولا مي هنا نقولوا اون افي سكيفو ونشكروا اللاعبين تاعنا ونشكروا الجمهور الازر للفريق حنا اللي يهمنا بوكو بلوس لو شامبيونا اي بور وحنا ديجا اون دوزيام بلاس حابين نكسيديو ان شاء الله نرجعوا الفريق او موان لا ناسيونال دو اماتير بروفيسيونيل هذا اضعف الايمان سي لو نيفو تاعنا. احنا كنا اليوم لعبنا مباراة كونتر نادي بارادو، كيما نقولوا احنا كنا في المستوى وين رحنا معها من 120 مينيت وين في ضربات الحظ لم يسعفنا الحظ الله غالب، هذو هما لي بينالتي كاين لي مراكي وكاين لي راطي. اش راح نقول لك احنا بوكو بليس ماحناش مغاولين على الكوب هذه باسكو احنا كتبها لنا ربي الله غالب لعبنا فيها احنا بربي ان شاء الله في الشامبيون نروحوا البيض كلاساو الاولى والهدف تاعنا هو شامبيون لاكسيسيون ان شاء الله.